سيبنا الهارت بلوك كام حاجه. ها والله لو كانت المشكله في الاس اي نود وقلنا الاس اي نود لو باظت ايه يا بارشال يا اما ايه كومبليت. طب حد يفتكر البارشال؟ الاس اي نود بتطلع الامبلس ها منتظمه لحد ما تقع ايه واحده منهم دروب بيت او بيت لوس. امال الكومبليت الاس اي نود باظت ومين اشتغلت؟ ايه في نود ايه في نود الاس. طيب وشرحنا الكلام ده المره اللي فاتت. المشكله الثانيه في مين؟ ايه في نود قسمناها لايه؟ بارشال ها وكومبليت او ليها تقسيمه ثانيه ايه هي؟ بارشال الفيرست السكند اما الكومبليت السيرد. ايه مشكله الفيرست ديجري؟ برولونج في ار انترفال. في مشكله ثانيه غير الفي ار انترفال؟ لا خلصت. طيب ايه مشكلة السكند راجل كم نوع؟ اثنين ايه هو؟ موبتس تايب 1 موبتس تايب. ايه مشكلة تايب 1 يا دكاترة؟ حد يفتكر؟ تايب 1 في ايه؟ البي ار انترفال مالها؟ وطبعا يحصل لها جراديوال كورنيشن لحد ما في كيو في ار اس ايه؟ ما يحصلوش. ونرجع نعيد اللفة تاني من الأول. أمال الموبتس تايب 2 دي علاقة فيكس كل ثلاثة بي وتبقى واحدة لكن عدد ضربات القلب من الاول ماله؟ عايز كده ايه؟ عدد ضربات القلب من الاول اقل من ال 60. مش تقول لي دي زي اللي انتوا كنتوا مره فاتت متخبطين فيها اللي هي كانت لاتر فلاتر لاتر فابريشن. لاتر فلاتر فابريشن وصل الارقام لحد 400 و600 لكن ده من الاول 60 وكمان بيجي. خدتوا الفكره؟ طيب الكومبليت بقى في ناس حضرته وفي ناس مش حضرته. هنبدا من اول الكومبليت شرح. ايه بقى مشكله الكومبليت او السيرد ديجري هارت بلوك؟ ده يا جماعه الاي في نود كومبليتلي بلوك. يعني ايه كومبليتلي بلوك؟ الاي في نود مش شغال. طب ايه اللي عمل؟ الاتريوم هيسمع كلام الاس اي نود ماشي. وايه المشكله لما الاتريوم يسمع كلام الاس اي نود؟ خلاص الاتريوم هينقبض لوحده بكام نبضه في الدقيقه؟ 70 ومفيش مشكله 70 برمنت. اقفل بقى الباب وانت داخل كده. انا بس الله اقفل يا معلش يا بس بص يا جماعه حاول برضه يعني مهما يحاول طاقه الشمس هيبقى المهم الاتريوم هيشتغل تحت تاثير مين؟ ها؟ تحت تاثير الاس اي نود. خلاص خلصنا منه. طيب كل ما الاس اي نود تبعت الاي في نود تلاقي الاي في نود مالها؟ ما بتسمعش الكلام بايظ. طيب تعالى بقى الفنتريك نموت. لا الفنتريك مفيش امبلس جايه له. لكن لما احنا قلنا الامبلس لما الفنتج ما يلاقيش اي اكشن بوتنشال يبتدي يشتغل حاجه اسمها ايه؟ اديو فنتريكولار ريزم. يعني ايه اديو فنتريكولار ريزم؟ ان الفنتريك بدا يشتغل ذاتيا. يعني ذاتيا؟ عضل الفنتريك قالت خلاص انت يا مش عايز تشغلين مش اكشن بوتنشال جاي لي منه انا كفنتريكولار ماسل فايبر هفتكر في الماضي بتاعي ان انا ممكن اتحول لخلايا قادره على توليد الاكشن. مش انتوا فاكرين السيمود والايفينود دي كانت خلايا اساسا بتعمل كل ريأكشن لكنها تحولت حصل لها موديفيكيشن بحيث ان هي تطلع اكشن بوتنشال ايه؟ ذاتيه. فالفندركل هيبدا يقول ايه؟ خلاص انا هطلع الامبلس لوحدي وهسمع وهمشي. طب حد فاكر الفندركل كان بيطلع كام امبلس في الدقيقه؟ من 20 ل 40 اللي هي معدل كام؟ 30 بيت برمنت. شايف بقى المصيبه اللي هتحصل؟ الاتريوم شغال بكام؟ والفنتريكل ب 30. هل في علاقه دي ما بين الاتريوم والفنتريكل ولا كل واحد شغال لوحده؟ فهيبقى في ديسوسيشن. يعني ايه ديسوسيشن؟ انفصال. تمام؟ الاتريوم بالاس اي نود والفنتريكل بالاديو فنتريكولار ريسك. طب هل في علاقه يا جماعه بين الكي ويف والكي ار اس؟ لا طبعا.
الاتريوم شغال بالاس نود بيويف لوحده، اما الكي ار اس ماشيه لوحدها. دي بمعدل 70 فيت بالمنت، اما دي بمعدل 30 فيت بالمنت. نو ريليشن بين البيو كي ار اس، كل واحده شغاله لوحدها، مش هتعرف تطلعها في الاس جي، تايهين في بعض. تمام؟ اكتب كلمه الديسوشيشن دي وعلم عليها الكلمه دي مهمه. هتلاقيها فين؟ اللي هي بص يا جماعه شايف نو كوندكشن بين الاتريوم اند الفنتركل، اكتب بقى جنبيها كده ديسوشيشن بين الاتريوم اند الفنتركل، انفصال الاتريوم عن الفنتركل. الكلمه دي بيدور عليها في النظر، الكلمه دي بيدور عليها في النظر. تعالى بقى ناخد ايه العيان هيحصل له ايه؟ حد يعرف ايه العيان هيحصل له ايه؟ فرضا واحد معانا النهارده كان القلب بتاعه سليم، ومره واحده هو واقف معانا كده الايه في نود وقف، ايه اللي يحصل له؟ ركز معايا بقى، واحد كان نورم ومره واحده الايه في نود وقف، ايه اللي يحصل له؟ انت زي العبقري يا دكتور، ده الفنتركل هيشتغل لوحده 30 نبضه في الدقيقه. على فكره الفنتركل ما بيشتغلش لوحده مره واحده، يعني ايه؟ بياخد فتره على ما يحمل كده، زي الكمبيوتر مش طبعا دوس على زرار باور بياخد فتره على ما يشتغل، اهو الفنتركل على ما يبدا يشتغل انتيو فنتريكولار ريسك هياخد وقت. طب وايه على ما ياخد وقت؟ كده القلب بيطلع دم؟ طب المخ بتاعك وصل له دم ولا مفيش دم؟ حد يعرف يقول اللي هيحصل لك؟ اول حاجه هيبدا يحصل لك ايه؟ ها؟ كوما، يعني كوما تبدا تفقد الوعي. ادي واحد. طيب لقيت واحد مرمي في الارض، مش هحسب بسرعه. لقيت واحد مرمي في الارض النهارده وكوما، بص على وشه بسرعه عليك. تعالوا في جلسه ازاي؟ مش هسألك تعالي يا مريم، يا مريم في مكان قدام يا مصر، مش ورا بس اسمع الكلام. يا جماعه يلا نكمل بقى، مش عايز كلام خلاص. طيب دلوقتي لو جيت لقيت عيان، العيان دوت لقيته مرمي في الارض خلاص كوم، حط ايدك على البلس مفيش بلس. طب هل في له كاركترز ثانيه؟ بص على وشه لونه بالون، حرف يعني بالون؟ شاحن، يعني شاحن؟ لونه مخطوف مش اصفر، لا لونه مخطوف كده تحس ان جلده ابيض مفيش دم خالص، اللي هو تيجي تجيبه من تحت الشفوي، بص في قفص زميلك او في وش زميلك هتلاقي لونه ايه؟ لونه ابيض مفيش دم خالص، لا بتدمع بالون. طيب في بعض الاحيان ممكن تلاقي الاطراف بتاعته لونها ازرق، سيانوزس. ليه ازرق؟ حد يعرف يقول؟ سيانوزس مفيش اكسجين واصل للانسجه، ولما الدم ما بقاش فيه اكسجين بيبقى لونه ايه؟ ازرق. يبقى الدم اللي فيه اكسجين لونه احمر، هتطلع في البلاط اللي ما فيهوش بيبقى لونه ازرق، والدليل ان الفينز بتاعتنا باينه لونها ايه؟ ازرق، هي لان ما فيهاش ايه؟ اكسجين. يبقى انت اول حاجه ممكن تلاقي العيان كوما وبالون وسيانوزس. تمام؟ هو في بلص ولا مفيش بلص؟ مفيش بلص. طب لو سبته لمده 3 دقايق هتلاقي العيان بدا يتشنج كونفالجن. حد يعرف يقول ايه كونفالجن؟ المخ بتاعنا لما مش بيوصل له دم، هل في صوديوم بوتاسيوم بامب بيشتغلوا؟ لا مفيش صوديوم بوتاسيوم بامب شغال. ايه اللي يحصل؟ الصوديوم هيدخل جوه الخلايا يحصل لها دي. طب ولو خلايا المخ حصل لها ديبولاريزيشن من غير اي حاجه تبدا تعمل ايه؟ كونفالجن، ويتكل على الله في خلال 3 دقايق كونفالجن هتشنج. يبقى قصة العيان مفيش دم واصل طالع من القلب، ادي واحد. رقم اثنين الدم اللي مش طالع من القلب، هتلاقي العيان دخل في كوما لما تبص عليه وشه بالون والاطراف بتاعته لونها سينوزس. وعلى فكره لو سبته شويه كمان هتلاقي وشه ايه؟ بيبقى سينوزس، يعني شويه بشويه كل جسمه بلونه ازرق. طيب يدخل ليه في كونفالجن؟ تشنجات، مفيش دم واصل للمخ، فالصوديوم بوتاسيوم بامب توقف عن العمل، فالصوديوم يدخل جوه الخلايا تبدا الخلايا العصبيه تشتغل لوحدها، يعملوا كونفالجن يموت في خلال 3 دقايق. وصلت الفكره؟ طيب ده اسمه ايه بقى العالم اللي اكتشف الموضوع ده؟ اسمه ادم ستوك اتاك.
اسم الراجل اتاك يعني نوبة زي ما حد اتفقنا خلاص يا مشكلة كده ده كده يا جماعة الكمبليت او الثيرد ديجري هارت بروك كده احنا كنا خلصنا المشكلة في الاس نود والمشكلة في الاي في نود تعالى المشكلة الثالثة في الباندل برانش باندل برانش بلوك بعد مشكلة في الاس نود خلاص يا جماعة خلاص كلام مشكلة في الاي في نود اخر حاجة بتبتدي الموضوع الجديد بقى المشكلة المرة دي فين؟ في الباندل حد يفتكر كونفاكتيف سيستم وظهار تاني هتبتدي مين؟ اس اي نود بس يا جماعة بعد كده مين؟ اي في نود بعد الاي في نود اي في باند فرع يمين وفرع شمال صح كده؟ بص يا عبقري ركز معايا في اللي جاي ده دلوقتي في واحد عنده مشكلة يا اما في الليفت باندل يا اما في الرايت باندل يبقى المشكلة المرة دي في مين؟ يا في الليفت باندل يا المشكلة في الرايت باندل فسميتها باندل برانش بلوك يعني ايه في باندل اللي بايظة ولا البرانشات بتاعتها؟ برانشز يمين او الشمال تعالى بقى نشوف المشكلة يبقى عندنا رايت باندل برانش بلوك 3 بي او ليفت باندل برانش بلوك طيب اول حاجه اللي هتعرفك العيان عنده باندل برانش بلوك حط السماعه على الراديو بتاعه واسمع السكند هارت ساوند اسمع مين وهقول لك ليش معنى السكند هارت ساوند اللي هو فرمان نفترض ان العيان دوت الليفت باندل بتاعته سليم والمشكله في الرايت حد يعرف ايه اللي يحصل؟ أول حاجة الليفت فنتركل هيعمل كونتراكشن يضخ الدم اللي فيه يدخله في الأورطة تمام كده؟ وبعد كده الأورطة فالف ها يقفل يبقى الأورطة فالف قفل زي ما احنا خدنا قبل كده ده الأورطة هل الرايت فنتركل بيقفل في نفس السرعة أو بنفس السرعة اللي كان بيها الليفت بيقفل؟ لا طبعا لأن هنا في بلوك فالرايت فنتركل هيتاخر طب وايه يعني لما الرايت فنتركل يتاخر ايه اللي يحصل هل البلمونري هيقفل معاه ولا هيتاخر عنه ويعمل حاجه اسمها ايه سبليتنج فاكرين سبليتنج يبقى في السكند هارت ساوند يحصل وايد سبليتنج لو بتتكلم عن رايت ايه باند برانش طب اعكسها لو العيان عنده الليفت اللي بايظه الرايت سليم مين اللي هيعمل انقباض الاول؟ الرايت فمين اللي تقفل؟ البلمون طب وايه بعديها اللي يحصل؟ الاورطة هيتأخر ولا لا؟ تيجي الباند برانش بتاعه ايه؟ مقفول فالاورطة ها يقفل بعد البلمون صح ولا لا؟ يحصل حاجة اسمها ايه؟ اسمها يا مريم مش معايا يا ماما صح صح اسمها ريفيرزد سبليتي معايا دلوقتي كنت بتكلم في مرض اسمه باندل برانش بلوك ركزي معايا باندل برانش بلوك المشكله في ايه؟ عندي رايت برانش وعندي ليفت برانش ورايت برانش تمام؟ يعني ايه بلوك؟ يعني الامبلس بتوصل متاخره ولا في نفس الوقت التو فنتركل توصل متاخره؟ والله لو انت المشكله عندك في الرايت باندل مش عايز كلام يا جماعه المشكله عندك في الرايت باندل او المشكله عندك في الليفت باندل فسميها رايت باندل برانش بلوك او ليفت باندل برانش بلوك على حسب المشكله فين تمام؟ نبتدي بالرايت ايه يعني لما يكون عندي رايت اللي بايظه يبقى الليف ده يعمل كونتراكشن يفضي الدم اللي فيه يدخل في الاورطه الاورطه فالف يقفل وبعد كده مين يشتغل الرايت فينتر يكون متاخر على الليفت فينتركل على ما يضخ الدم اللي فيه فالبلمونري ارتري كلوجر هيتاخر يحصل ايه سبليتنج طب افرض بقى على العكس انا عندي مين اللي بايظ الليفت اللي بايظ والرايت سليم يبقى الليفت فينتر هيتاخر في القفل ولا لا؟ يبقى الرايت هيقفل الاول يبقى البلمونري قبل الاورتيك ده اسمه ايه؟ ريفيرزد سبليتنج في السكند هارت ساوند لو انتم مذاكرين السكند هارت ساوند طبعا في ناس ما ذاكرتش خالص ونايم يبقى السكند هارت ساوند في حاله الرايت باند برانش بلوك يبقى وايد سبليتنج حاله الليفت باند برانش بلوك يبقى ريفيرزد ايه؟ سبليتنج ماشي شد خط اخر حاجه بقى الاي سي جي حد عبقري يقول لي اللي هيحصل
هو المفروض لو احنا افتكرنا كده الاي سي جي بتاعنا كان ماشي ازاي؟ ها؟ هي الار دي كانت تمثل ايه؟ ها؟ حد فاكر؟ الفنتريكولار دي الوول بتاع الرايت بتاع الليفت. افترض معايا الاتي الرايت باند برانش بلوك، يعني ايه؟ الليفت سليم ورايت اللي بايظ. حد يعرف الاي سي جي هيمشي ازاي؟ عادي خالص. ادي الكيو مالناش دعوه بيه. كده مثلا وانا طالع تمثل الليفت فينت. ليفت ايه؟ فينت. المفروض لو مثلنا في النورمال دي الليفت وادي الرايت فرضا يعني. خلي بالك بقى يا استاذ يا فاضل. دلوقتي الليفت هو هيحصل له ديبولاريزيشن من الاول. طيب المفروض ان الليفت بعد ما بيعمل ديبولاريزيشن يرجع مين وراه؟ الرايت. لكن الرايت كده في المرض الرايت باند ترانش بلوك. هيحصل له ديبولاريزيشن في نفس الوقت بتاع الليفت ولا هيتاخر عنه؟ هيتاخر. طيب الليفت خلاص يقول لك انا هنزل عادي بقى، عايز انزل للايزوليتريك لاين، عايز انزل ارجع تاني للايزوليتريك لاين، خلاص الديبولاريزيشن بتاعي. مين يصحى؟ الرايت. تلاقي الرايت روح طالع تاني. ما تيجي تبص على الكيو ار اس تلاقيه عامل كده. ايه اللي حصل ده بقى؟ النص الاولاني ده بتاع مين؟ بتاع الليفت. الحته الصغيره دي هي التاخير ما بين مين ومين؟ الرايت والليفت. امال دي بتاعت مين؟ الرايت. طب حد يسميها لي كده؟ اسميها ايه؟ مين من الدكاتره العظام العباقره دول؟ طبعا اللي ذاكر الاي سي جي ودخل بين الامتحان كده. في ناس تخرجش في ناس تخرجش الاي سي جي خالص. اسميها ايه؟ احنا بنسميها دي ار. واول موجه نيجاتيف بعد الار. واول موجه هي اللي اسمها ار. ار تاني. بس من ار اس ار. في عقود البطنه يقول لك مش الكلام بتاع البطنه بس. في السيولوجي معترف بار اس ار. بتاع البطنه يقول لك لا. يعني حاجه اسمها ار اس ار. اسمها ار ار داش. ورايح ورايح جاي. ار ار داش. يبقى انت لو سمعتها من دكتور ساعات ما جاتش الشكوى. هو مش معترف بالار اس ار يقول لك ايه يعني حاجه اسمها ار اس ار. قول له يا باشا ايه؟ اللي هي ار ار داش. داش دي يعني الار الثانيه بتاعت الرايت فنتر مثلا. طيب السؤال ده يا جماعه. هو انا كل شغل على مين دلوقتي؟ على الرايت فنتر. احسن ليدز بتشوف الرايت فنتر في مين؟ مين الشاطر؟ ها؟ فاكرين لما كنا بنحط هنا في واحد في اثنين في ثلاثه يبقى الار اس ار بتتشاف اكتر؟ لو بتتكلم على الرايت فنتر كنت تشوفها في واحد. يبقى لو بتتكلم على الرايت فنتر في واحد. امال افرض لقيت ار اس ار دي اربعه وخمسه وسته. يبقى المشكله الباند مين اللي بايظ الباند؟ الليفت. يبقى بص يا دكاتره الليفت او الرايت باند برانش بلوك الاثنين بيعملوا ار اس ار. الاثنين بيعملوا ار اس ار. خلاص؟ شوف بقى مين اللي بيعمل ديبولاريزيشن الاول وهو الاول والثاني وراه. طيب لو لقيت ار اس ار في في واحد تغمض عينيك وتقول المشكله في الرايت والليفت باند. طب لو لقيت في سته في الليفت. فهمت الفكره؟ انا شرحت لك يعني ار اس ار ايه؟ لقيتها في في واحد يبقى انت كده على ناحيه الرايت. لقيتها في سته يبقى انت على كده في ناحيه الليفت. فهمتوا المشكله؟ طيب كده خلصناها. مكتوب لك في الجدول اخر حاجه اسمها اكسس. شفتها؟ هتحفظ الاكسس مؤقتا. اكتب عليها حفظ مؤقت. مكتوب لك في الاكسس رايت اكسس ديفيشن في الرايت باندل برانش وفي الليفت باندل ليفت اكسس ديفيشن. حفظ مؤقت انا هاخد الاكسس في العمل. دي حفظ مؤقت. يبقى نرجع بقى الموضوع. المشكله كانت فين يا دكاتره؟ المشكله كانت في الباندل. عندي كام باندل؟ يمين وشمال. طيب انا شرحت لك اللي هيحصل. الفنتريك النورمال هو اللي هيحصل له دي وبعدين الفنتريك الابنورمال هيبقى في فاصل زمني ما بينهم هتطلع لك موجه ار اس ار او ار ار داش. والله حضرتك لو لقيتها في واحد يبقى مشكله في الرايت فنتريك، لقيتها في سته يبقى مشكله في الليفت فنتريك. في مشكله كده؟ طيب اخر حاجه عندنا بقى عشان نبتدي الموضوع الجديد علاج الهارت بلوك. مين الشاطر اللي يقول لي من غير ما يبص علاج الهارت بلوك ازاي؟ ادي دواء يشغل ولا يوقف السمباثيك؟ هو عدد الضربات مالها قليل يبقى ادي سمباسو مايميتيك. يعني ايه سمباسو مايميتيك؟ تمام. ادي دواء يشغل ولا يوقف البارا؟ زي مين؟ اتروبيرين. وخدناها استخدامات الاتروبين كانت موجوده في الهارت بلوك على فكره. يبقى اتروبين او مكتوب لك سمباسو مايميتيك زي الايزوبرينالين. طب فشلت الادويه والعيان كل شويه قلبه يقف ويخش في مشاكل
وكومة وتشنجات ويزرق ويحمر. نعمل فيها يا جماعة عادي. قصة دي تجيبهولي على النقال. هنفتح. جيب المنشار تك 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 وافتح. وتجيب حاجة اسمها artificial ميس ميكر. بتاع كده اه زي الموبايل. ماشي بس حاجة صغيرة خالص. زي الموبايل. ويعلقه هنا. عادي كده. والاسلاك بتخش في الجلد عادي. عادي نخرج الجلد وندخل السلك ومفيش مشكلة. والارتفيشال بيس ميكر ده بتاع صغير كده عامل زي بطاريه الموبايل محطوط هنا منزوم عادي يستحمى بيها. انا عارف انت بتفكروا في البطاريه ما بتخلصش كل 10 سنين لو خلعها هيموت لو ابنه الصغير لعب فيها هيموت. عندك اي مشكله تاني؟ ارتفيشال بيس ميكر انا عارف بتفكروا في ايه. هو انت سيب كل حاجه. طب والسلك دوت الجلد اه ممكن الجلد ينمو عليه ويروح الجهاز ويدخله جوه ممكن مفيش مشكله خالص. اي مشكله تاني؟ اه عادي يا دكتور. يعني انت خرمت كده حتتين في الجلد بتاعك وركبت سلكين وقفلت عليه. لا دكتور بس سلكين من جلد عادي يا حبيبي. والماء ما فيش مناعه مناعه مالكش دعوه بالمناعه. ها هيستحمى بيهم؟ اه هيستحمى بيهم. هيجد عادي مش مشكله. ممكن ابنه الصغير اهبل يفتح بابا ايه ده يروح شده اه اه وبعدين هيرد سعيد. مفيش اي مشكله عندي. طب البطاريه ولا بتشحن؟ عادي بقى ممكن تبعتيها للراجل في الشاحن. هيعملوها ان شاء الله على كتير. يوم ارتفيشال بيس ميكر يعني ارتفيشال بيس ميكر حطيت جهاز زي كمبيوتر صغير كده هو بقى ايه يطلع كهرباء للقلب والقلب يسمع كلامه. تمام؟ هي مشكله كده. يبقى يا سمباسو ماجنتيك يا بارا سمباسو ليتك يا اما ارتفيشال بيس ميكر يا اما عليك السبب بقى. افرض هو بس عنده مشكله بياخد دواء وقف شوف السبب بتاع هارت بلوك وعلمه. كده يا جماعه خلصنا عليه. اخر حاجه بقى عشان نقفل الموضوع كومبليكيشن اوف اريزم. يعني ايه كومبليكيشن؟ مضاعفات. هو انا اسالك سؤال، اسالك سؤال. النهارده صحيت من النوم ولقيت عدد ضربات قلبك حاسس بيها. وبعدين؟ خلاص بقى اسف. رحت خبطت مفيش. اتوضيت وصليت وفطرت وطبخت ولبست ونزلت. برضه تك 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 تك. يا عم اسكت بقى. طب انا مش هفكر فيه وهو هيسكت. جيت الدرس لقيت برضه ضربات قلبك حاسس بيها. الحل فين؟ طول الوقت هتبقى عايش فين؟ انا بزايد. يعني انا بزايد دي في حد عايش معاك جوه عايز يسكت. انا بزايد حاسس بقلق. اه لا انا بزايد ده ممكن يخليك تنتحر. ما بهزرش. انت متخيل انت ماشي ملبن؟ اه والله ما بتسكتش. جرب انت لما بتجري شويه وطلع معانا مجهود تحس ضربات قلبك شويه بتقعد ساكت كده بتهدى خلاص ضربات القلب ايه؟ بقت منتظمه رجعت تاني للنوم. لا ده هيكتمه معاك. يقول انا بزايدي اب تو ممكن ينتحر يطلع في العمر خلاص بقى الراجل اللي مش عايز يسكت سكته انا خلاص مؤلمه مزعجه جدا. انا زايد ادي واحد. رقم اثنين زي ما خدنا المره اللي فاتت ممكن يجي له لو كاردك او بوتفين. يعني لو كاردك او بوتفين كميه الدم اللي القلب بيضخها بتقل. بس يا حبيبي المشكله الثالثه ادمز ستوك اتاك ما احنا لسه قايلين وفنتريكولار فايبريليشن تموت. انا لسه ضد الفنتريك بيعمل كده. فاكرين كنا بنعمل ايه؟ السي بي ار بتقعد تديله 15 ضربه وتديله نفخه بعدين. بغض النظر خلاص كده لازم نخلصك بحلوها وفرها. طبعا الاحتفال للاجانبين ابيض يا ورد مش مشكله يا جماعه. دعونا نبدا من الصفحه الجديده. الارض دي جديده صفحه 30. الكاردك او خلاص احنا خلصنا كل ده. ها؟ خلصنا كل ده. الكاردك او خط ويكتب عليه اهم حاجه في المذاكره. يعني انا مثلا النهارده مثلا قررت ان انا ما اذاكرش كارديو. اقطع اخر خمس ست صفحات واعملهم برشام. لازم يجي فيهم سؤال في الامتحان. تمام؟ هو فاضل لنا كام صفحه فيها؟ ثمان صفحات. ربنا يودينا ويديك فرصه العمر ونخلصهم على حصتين ثلاثه ونبتدي في الغلط. وبعد الغلط نرجع بقى نعيد البتاع دي ونشوف الحاجات اللي هو عاملها. كارديو 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 تكتب عليه سؤال مهم جدا قوي خالص. نظري وعملي بايو كيمستولوجي وبيجي في الاناتومي وبيجي في كل حاجه في حياتك العمليه قبل كده. الجلد التوبر لو ما ركزتش وقع منك مش هتفهمه طول عمرك. قدامك قمار واثنين صح؟ وهتلاقي عينه ايه؟ عينه واضحه كده. ها؟ عارف قمار؟ في قمار كده وعينه واسعه غبي تنح. فخد بالك لو ما فهمتوش معايا النهارده ومكحه العين قمار كده. يبقى انت لو مش مركز معايا وصحصح وبعد قاعد بقى تستمد بقى وعامل نفسك جاي من اجازه انت حاضر. ماشي يا عم ربيع؟
بص اصلا راجل شفت حميري هناك وحسن الرجل ده اصلا ما يتسامح والله العظيم ابو حسن الكارت اوبوت لو فصلت فيه انا مش دعوه مش حاجه صحيح فاقل نفسك على التركيز ده اهم حاجه في الموضوع الكارت اوبوت خدت عليه كل كلمه فيه مهم يعني ايه ما تجيش برضه نفس التفكير بتاع الترمال الصفحه الاخيره دي مهمه اه هي دي اللي انا لاحقها تعود على كده الكارت اوبوت من A to Z كله مهم مش بقى حاجه مش تقول لي نظر ازاي ولا عامل كله مهم قبل ما نبدا في الكارد الاوتبوت هتكتب جنبه له اسم تاني يساوي المينت فوليوم مينت فوليوم حد معاه المعلومات زياده؟ عامل الفرح خلاص قبل ما نخش في التفاصيل بتاعت الكاردك اوبن هنحط امبورتنت ديفينيشن الامبورتنت ديفينيشن اللي مكتوبه عندك دي بتيجي مساله ركز معايا شوف في مساله بتيجي في الفرد والوسط وتطلع بقى حسب وتحسب الاول يا جماعه قبل ما نبتدي ونفهم الكلام ده يعني حد سيبك بقى المذكره خالص دلوقتي حد يديني ديفينيشن للهارد ريت عايز ديفينيشن نمبر مش عايز كلام يا جماعه اوف بيت بير من بيت يعني ضرب قد ايه يا جماعه عدد ضربات القلب خليها انت رايح لمخرج 70 بيت بير من خش النهارده الشفوي وتسال سؤال يا ابني الهارت ريت قد ايه؟ تقول له يا دكتور 70 ادي لك صفر ليه؟ لازم تقول التمييز بتاعه 70 ايه؟ بيت بير منت طيب ده الهارت ريت عندنا بقى حاجه ثانيه اسمها ستروك فوليوم ده الفوليوم اوف ذا بلاد ذات بامبد اتش بيت عارف كلمة ستروك يعني ايه؟ كلمة ستروك في اللغة يعني ضربة يا اخي ده انت حتى لما يجي لك ضربة الشمس اسمها ايه؟ هيت ستروك تخيل يبقى ستروك يعني بيت ايه يا احمد مصباح يعني ايه؟ يعني بيت يبقى ايه ستروك فوليوم؟ is the volume of the blood that pumped by each beat عارف القلب بيضخ في الضربة الواحدة قد ايه؟ بيضخ قد ايه يا حسين؟ 70 مللي في الدقيقة برضه 70 مللي في الضربة انا اسف برضه يا استاذ لو نسيت تقول 70 مللي بير بيت هتاخد صفر شايف التمييز؟ انت حر بقى يبقى 70 بيت 70 مللي بير بيت دي 70 بيت بير مينت طيب حد شاطر يعرف يقول لي ال 70 مللي دول بيجوا فين؟ اه قلنا احنا خدنا كده تو ديفينيشن تانيين صغيرين حاجه اسمها اند دايستوليك فوليوم اي دي في يعني ايه؟ اكبر العظم كميه الدم اللي موجوده في نهاية الدياستول يا دكاترة احنا اتفقنا الف مليون مرة الف مليون مرة كلمة دياستول وسيستول تطلق على الفنتركل ولا على الاتياب ما لم يذكر يبقى فنتركل انت مغمض عينيك يبقى في نهاية الدياستول بتاع الفنتركل عندي في دم قد ايه؟ ها؟ عندي دم قد ايه؟
كل فندق في نهايه الدستول في كام يا دكاتره؟ 140 مللي. كم مللي؟ 140. طيب يبقى الرايت فنتريك والليفت فنتريك الاثنين هاز سيم اند دايستوليك فوليوم، صح ولا غلط؟ هتجي لك في سؤال ام سي كيو هتتلخبط فيها. الاثنين ذا سيم هارت بيت، ذا سيم ستروك فوليوم، ذا سيم اند دايستوليك فوليوم، بيضخوا نفس الكميه بنفس عدد الضربات، ماشي؟ بيرجع لهم نفس الكميه في الدايستول 140. طب في عندي بقى لفظ ثاني اسمه ايه؟ اند سيستوليك فوليوم. حد يعرف يقول يعني كميه الدم اللي موجوده في نهايه السيستول، يعني سيستول انقباض الفنتر، يعني الهارت دوت بعد ما بيعمل سيستول ايه اللي بيحصل فيه؟ هل بيفضي الدم اللي فيه كله؟ لا طبعا. فضى كام مللي بس؟ 70. اتبقى كام؟ 70. يبقى كام مللي؟ 70 مللي. يبقى الستروك فوليوم كمية الدم اللي الفنتريك ضخها في الدقيقة الواحدة، هي حاصل ايه؟ هتحط معادلة كده هتقول ان الستروك فوليوم هتساوي الاند دايستوليك ناقص الاند سيستوليك، هتساوي كام من كام؟ 140 ناقص 70 هتساوي 70 مللي. فين؟ في الفيديو الواحد. شايف الديفينيشنز دي؟ مهمة جدا. يبقى يا جماعة ايه؟ يعني ايه هارت ريت؟ عدد الضربات اللي القلب ايه؟ بينقبضها في الدقيقة الواحدة. التو فنتركل هاز ذا سيم هارت ريت. يعني التو فنتركل بينقبضوا مع بعض كام مرة؟ 70. طيب يعني ايه ستروك فوليوم؟ كمية الدم اللي القلب بيضخها فين؟ في البيت الواحدة. كام مللي؟ التو فنتركل يعني الرايت بيضخ 70 والليفت بيضخ، والنبي ما تبقاش سعودي، يعني الرايت فينت بيضخ 70 مللي والليفت فينت بيضخ كام مللي؟ 70. طب يعني ايه اند دايستوليك فوليوم؟ ذا فوليوم اوف ذا بلاد ذات بريزنت ات ذا اند اوف كام مللي يا دكاتره؟ طب في نهايه السيستول كام؟ يبقى طرحهم يساوي كام؟ ده الاستروك فوليوم. في مشكله كده؟ امال احنا بقى الوجع دماغنا من الصبح على الكلام ده كان المفروض يعني ده اماونت of blood that pumped in minute في الدقيقة الواحدة. حد يعرف تحسبها؟ ها؟ تضرب ايه فيه؟ هتضرب الستروك فوليوم. هو ايه الستروك فوليوم ده؟ كمية الدم اللي القلب بتخاف فين؟ في الدقيقة الواحدة. في الهارت ريت، يعني ايه هارت ريت؟ عدد ضربات القلب في الدقيقة، صح كده؟ ما انت لو ضربت الكمية في الضربة في عدد الضربات اللي في الدقيقة هيطلع لك كمية الدم اللي بتتضخ في الدقيقة الواحدة ولا لا؟ يعني هتضرب كام في كام؟ فاهم المعادلة كده؟ ستروك فوليوم في هارت ريت. كام يا جماعة؟ 70 مللي. في كام؟ 70 في 70 تطلع كام؟ 4900 مللي. فين؟ في الدقيقة. كام لتر تقريبا؟ 4.9 لتر في الدقيقة ولا لا؟ اللي هي تقريبا 5 لتر في الدقيقة. يبقى كل فنتركل في الدقيقة الواحدة في الدقيقة الواحدة بيضخ كام لتر؟ 5 لتر في الدقيقة. يا دوب انت عندك بس 5 لتر دم في السيركيوليشن بتاعتك، الدم بتاعك كام لتر؟ 5. اللي انت مش عايز تروح تتبرع ب 500 مللي، روح اتبرعوا يا جماعة. والله نعم؟ تتبرع بيه يعني؟ لا انا بتكلم الكيس بيبقى 500 ممكن تتبرع ب 250 و 250 يعني. يعني حرام عليك تبطلوا بخل وتروح تبرعوا. وبعدين ما فيش مصنع بيصنع دم، يعني ما فيش تروح الصيدليه لا تشتري دم. لازم تروح تتبرع. بقول لكم بقى بعد الحصه روح تبرع، خلي عندكم دم. انا راجل عجوز. المهم الستروك فوليوم. الستروك فوليوم. ادينا غريب المفهوم ده. ستروك فوليوم يعني ايه ستروك فوليوم؟ قصدي يعني ايه كام رقم بطن؟ كمية الدم اللي القلب بتضخها فين؟ يا دكتور ده انت عندك 5 لتر بس. يا حبيبي ايوه انت عندك 5 لتر بس، انا بتكلم مجموع اللي انت بتضخه في الدقيقة الواحدة بيبقوا كام؟ تصادف ان ال 5 لتر هي 5 لتر، تصادف مش أكتر.
يعني الرايت فنتر اللي بيضخ الدفء كده ها 5 لتر. طب الليفت فنتر كده يعني التو فنتر بامب ذا سيم كاردك او بوت صح ولا غلط؟ صح. يبقى تاني الرايت فنتر اللي بيضخ الدفء دي 5 لتر، الليفت فنتر اللي بيضخ قد ايه؟ 5 لتر. لازم يعني تحركوا عشان هتيجي في سؤال في الام سي كيو الناس بتلخبط فيه برضه. الناس اللي نايمه تصحى، مش هنبه تاني، الناس اللي نايمه تصحى، الناس اللي نايمه تصحى. ستروك فوليوم، الفوليوم اوف ذا بلاد بامبد باي اتش فنتركل بير مينت. اكتب ذا سيم ان ذا تو فنتركل. ذا سيم. يعني التو فنتركل بيضخوا 70 في الدقيقة الواحدة. طيب الكاردك اوت بوت شايفها؟ اللي فوق المعادلة ستروك فوليوم في الهارت ريت. اكتب ذا تو فنتركل بامب ذا سيم كاردك اوت بوت. يضخوا نفس الكمية. رايت 5 لتر والليفت 5 لتر. والله جت كذا مرة وناس اتلخبطت فيه افتكروها غلط، الاثنين بيضخوا نفس الكمية. طيب كده يا جماعة احنا عرفنا الفنتركل بتاعنا بيضخ دم قد ايه؟ 5 لتر. بس يا عبقري يا عبقري ايه اللي عرفك؟ طيب لو انا جبت واحد مثلا واستلم كاردك اوت بوت طلع بتاعه 5 لتر، وجيت قست الكاردك اوت بوت بتاعي طلع 4 لتر في الدقيقة، انا نورمال ولا مش نورمال؟ غلط. على حسب. يبقى انت ما تقدرش تقول الرقم اللي انا مديه لك نورمال ولا مش نورمال. ليه؟ لان الرقم ده مطلق 5 لتر في الدقيقة، ده على معظم الناس زي الضغط 120 على 80. طيب ممكن تلاقي مثلا البنات ضغطهم بيبقى قليل 110 على 70 مع انهم يجيبوا الضغط عادي مفيش مشكلة، بس انت اب نورمال لما ضغطت 100 على 60 في بنت من البنات اللي قاعدين اكيد ضغطها 100 على 60 بقى ضغط واطي وعايشه مفيش مشكله، هم كده كائنات عاديه يعني لا ضغطهم واطي بس عايشين، يبقى هم اب نورمال. لا هم كده مفيش مشكله تمام. وفي واحد زينا زكريا تلاقي ضغطه عادي 140 على 90 150 على 1000 عادي مفيش مشكله متعايش معاه. طيب يبقى انت قبل ما تحكم على عيان نورمال او اب نورمال شوف حالته ايه. شايف انت مكتوب لك فيه تو ديفينيشن ثانيين كده كاردال اندكس اند ايجكشن فراكشن، دول اسمهم ايه بقى؟ بارامتر اوف ذا كاردال اوتبوت. يعني ايه بارامتر؟ بارامتر يعني المعيار اللي انت بتقول بيه القلب ايه؟ نورمال ولا ابنورمال؟ يعني انت رايح النهارده تعمل ايه؟ رايح لدكتور قلب فاقول له قلب سليم ولا قلب بايظ؟ تمام؟ تعمل له ايه؟ ده حاجه اسمها بارامتر اللي هي معيار اللي انت بتحكم بيه القلب سليم ولا لا. تو بارامتر بقى ايه هم؟ حاجه اسمها كاردال اندكس وحاجه اسمها ايجكشن فراكشن. يبقى يعني ايه يا جماعه الكاردال اوت بوت تاني؟ ها؟ يعني ايه هارد ريت الاول؟ نمبر اوف بيت بير مينت. يعني ستروك فوليوم ذا فوليوم اوف ذا بلاد ذات بامبد باي اتش بيت. صح كده؟ طب تساوي ايه ناقص ايه؟ تساوي الاند دايستوليك ناقص الاند سيستوليك. طبعا يا جماعه بقى انت عرفت المعادله ان الكاردك اوت بوت يساوي ستروك فوليوم في الهارد ريت. ما تجيش انت تعيط تدي لك حاجه. ادي لك كاردك اوت بوت مثلا، ادي لك الهارد ريت، وادي لك الاند دايستوليك واطلب منك الاند سيستوليك، هتعرف تطلعها؟ عادي خالص. هتحسب الاول الستروك فوليوم، وبعد ما تحسب الستروك فوليوم تشوف هو طالب ايه من الحاجه اللي جواه، بس خلصت. ما تجيش انت بقى المساله قدامك تقعد تعيط عليها. طب تعالى يا جماعه نشوف البارامتر دول. مسألة تاني؟ البارامتر بتاعتك. أول حاجة حاجة اسمها كاردياك كاردياك اندكس. بص بص. أنا بطلع كام لتر في الدقيقة؟ ليفت فنتر كده 5 لتر في الدقيقة برمن. يلا يا سيادة مصباح. هو ال 5 لتر اللي بتوع الليفت فنتر بيطلعوا يمشوا في مين؟ الأورج يروحوا للجسم كله ولا لأ؟ يبقى ال 5 لتر فرض بيتوزعوا على جسم الإنسان ككل ولا لأ؟ باستثناء اللانج طبعا مالناش دعوة بيها والرايت فيرتيكال سيجمنت. طيب أنا بقى هقسم إيه على إيه؟ هقسم الكاردك أوت بوت على البودي سيرفيس اريا. يبقى عليه كاردك اندكس كاردك أوت بوت سي أو بي على البودي سيرفيس اريا. حد يعرف يعني ايه بودي سيرفيس اريا؟ مساحه سطح الجسم. متوسط مساحه سطح جسم الانسان قد ايه؟ انا واحد زي محمد النادي كده او زي حسين
متوسط المساحة بيقيس على ناس كده يكون وزنها 70 كيلو عنده 18 سنة متوسط، يبقى مساحة جسمه تقريبا 5 متر من هنا تحطها فوق تقريبا 1.7 متر مربع، يبقى تقريبا مساحة سطح جسم الإنسان قد إيه؟ واحد دكتور يعني مساحة سطح جسم 1.7؟ لا طبعا أكثر، ده 2 مثلا، محمد الداني مثلا دي 1.7، فهمتوا الفكرة؟ خلاص تلاقي دينا مثلا تلاقيها 1 متر مربع عادي مفيش مشكلة. يبقى مساحة سطح جسم الإنسان مختلفة ما بين واحد لواحد، بس المتوسط بتاعنا قد إيه؟ 1.7. واحد بقى هيشير لك كده هيقيسوا ازاي مساحة سطح جسم الإنسان؟ هيجيبوا منظورة؟ يبقى احنا عندنا جدول موجود في المعمل متعلق كده بتحط فيه العمر والوزن والطول يطلع لك مساحة سطح جسم، تمام؟ من العمر تمام؟ ووزنك وطولك معادلة كده. الراجل الفرنساوي حشافة اسمها ديب واتشر، ما عليك الإسرائيليات طبعا عشان الحاجة الإسرائيلية، أحط أنا الطول والوزن والعمر يدي لك ايه؟ مساحة السطح. يعني مثلا طولي مثلا 190 وزني تلاقيه مثلا 110 كيلو ولا حاجة، في عمري تخيل أنا طيب حاضر ممكن ايه بقى تحسبه وتطلع لي مساحة سطح جسمي ازاي؟ وهكذا. اقسم بقى 5 لتر على 1.7 تقريبا هتطلع قد ايه؟ تقريبا هيطلع لك 3.2. حد يحط التمييز 3.2 لتر بير مينت لكل متر مربع او العكس عادي، يعني كل متر مربع من مساحه سطحه جسم الانسان بيجي له قد ايه دم؟ 3.2 لتر في الدقيقه الواحده، فهمتوا الفكره؟ طبعا بتختلف من انسان لانسان، مش كده كده؟ طيب يعني ممكن لو لقيت واحد الكاردك او البط بتاعته قليله والسيرفس اريا بتاعته قليل هتطلع نفس النسبه ولا لا تقريبا؟ يعني انتوا فاهمين الفكره اللي انا ما اقدرش احكم برقم واحد فاضطريت ان انا اعمل ايه؟ اعمل برامتر اقسم حاجتين على بعض، يعني ممكن واحد يكون سفيف كده ولا بتاع كده حاجه صغيره كاردك او البط بتاعه صغير ومساحته صغيره على قده، لكن واحد ممكن يبقى زي كده مثلا كبير كاردك او البط بتاعه كبير على قد المساحه بتاعته، انا نورمال وهو برضه ايه؟ هو نورمال، فهمتوا الفكره؟ ما تبقاش انت بقى ايه؟ مخك مقفول، انت المفروض تقارن تشوف الكميه اللي طلعت تكفيه ولا لا. ادي الكاردك اندكس، محدش بقى كلمه اندكس ترجم ما تترجمهاش بقى، ما تعرفش تترجم زي النبي، لان كلمه اندكس مالهاش قيمه، المهم يعني في كاردك او بوت على البودي سيرفيس اريا، في مشكله كده؟ طيب في بقى حاجه ثانيه اسمها ايه؟ ايجكشن فراكشن، دي مهمه يا جماعه. انا هقول لك هي بتساوي ايه وانت تستنتج الديفينيشن. تساوي الستريب فوليوم على الاند دايستوريك فوليوم. حد يعرف يقول يعني ايه؟ هو اريستو الفوليوم. راجع في الكبدين ها الدم ها القلب ها بيضخها فين يا دينا؟ الضربه الواحده على يعني ايه اند دايستوريك فوليوم ها؟ كميه الدم ها بترجع للقلب في الدايستوري. يعني يا رب انا بيرجع لي قد ايه في الدايستوري؟ 140 مللي بضخ منهم قد ايه منهم؟ يبقى انا ضخيت قد ايه من اللي جاب صح كده ولا كام في المية تقريبا؟ 50%، يعني هي مش هتبقى 50 زي ما انت متخيل، من 50 ل 60، المهم ما تقلش عن 50، المهم ما تقلش عن 50، لو قلت عن 50 هارد فيلير تبقى معلم عليك، لو قلت شايف انت مكتوب لك اللي هي هارد فيلير بتقل في الهارد فيلير او في زياده الاورتيك ريزيستنت. هتعرف يعني ايه اورتيك ريزيستنت؟ يعني انت بتضخ الدم بس الاورطه مفتوحه ولا مقفوله؟ حد يعرف يقول لي يعني امتى يحصل في الاورطه السكه تبقى مقفوله؟ اورتيك ستينوزس. يعني ايه اورتيك ستينوزس؟ ضيق في السموم الميدرالي تبقى بقى هتسيب الشكوى وتقول لي يعني اورتيك ستينوزس بتقعد تتنح والدنيا بتطول. يعني ايه اورتيك ستينوزس؟ ضيق فين؟ الصمام بتاع الاورطه. اه يا ربيع لو الصمام مقفول هتعرف تضخ دم؟ السكه مقفوله قدام. اورتيك ستينوزس ضيق في الصمام بتاع الاورطه. طب افرض انت لقيت راجل وحش بقى زي الناس العتاوله ديت الايجكشن فريكشن بتاعه اكتر من 70 اكتر من 60، يبقى الراجل ده كنت بتدي بتاعته ايه؟ ده راجل اسد عنده كالسيوم كتير وعنده اي تي بي كتير والكورونا بتاعته زي الفل، ما عندوش اي اسيوستينوزس وقلبه كده وحش، راجل معلم. يعني دي كونتراكتيليتي هزود ايجكشن فراكشن. دكتور قدامي بيقول لي ايجكشن فراكشن يعني ايه اصلا؟ مش عايز اخدها بالعربي. فراكشن يعني ايه؟ فراكشن يعني جزء. تيجي في الرياضه
ريفراكشن لما بتعمل نسبه بتنسب يعني مش عارف تحط 1 ل 4 مثلا اسمها فراكشن نسبه. ريجكشن يعني قصف او بم. يبقى انت ايه هي نسبه الاندفاع بتاعتك؟ انت بتضخ قد ايه من اللي جالك؟ انا جالي كام؟ 140. انا بضخ 140 كلهم؟ لا بضخ منهم كام؟ 70. تعال لنا بقى الديفينيشن كلهم وهسالك ليه سميت الجراف ده الاوت بوت من الفورس. ها يعني ايه هارت ريت؟ نمبر اوف بيت بير مينت. ادي واحد بس الساحه تركز. رقم اثنين يعني ايش الفوليوم؟ ذا فوليوم اوف ذا بلاد ذا بامبد باي اتش في بكل فنت صح؟ كم ملي؟ 70. جت من فين؟ انت ذا هيستوريك ناقص انت 140 ناقص 70. طيب اضرب ستروك فوليوم في هارت ريت يديك ايه؟ اللي هو اماونت اوف ذا بلاد ذات بامبد باي اتش باي اتش فنتريكل فين؟ في الدقيقه الواحده. بسميته ايه؟ هو هيجي لك في الام سي كيو هتصير في الشكوى مش موجوده لا في الكتاب ولا في المذكره. هو التعايد هو ايه؟ مينت فوليوم ده مش موجود في الكتاب. مينت فوليوم هو كلمه اب دوت. الدكتور زمزم بيحب يسال فيه مينت يعني دقيق؟ ها؟ مينت يعني دقيق؟ ترجم بس بتحب الترجمه قوي زعلان. طب هي البارامتر يا حسام؟ ازاي تعرف الهارت سليم؟ تعمل كام حاجه؟ اندكس واجيكشن فراكشن. يعني ايه كاردك اندكس؟ اقسم الكاردك اب دوت على مساحه سطح يس. يعني شوف كمية الدم اللي بتوصل لكل واحد متر مربع. يعني 5 على كام؟ 1.7 تطلع كام؟ 3.2 متر. فين؟ لكل متر مربع في الدقيقة الواحدة. آخر حاجة اجيكشن فراكشن، أنت بتضخ قد إيه من اللي جالك، صح كده؟ ستروك فوليوم على قد ستروك إيه؟ أوعى بقى يا جماعة يجي لك مسألة وتقعد تعلم. أنت حر. أي مسألة هيجيب لك مثلا هيجيب لك حاجتين وعايز واحدة من واحدة من دول. في مشكلة كده؟ طيب فضلتوا دقيقة ريست خدوا نفسكم. الفلتريك اليمين بدق 5 وده بدق 10. انت لمست ايدي كده ايه؟ ما هو ده
ماسك ايدي كمان رايح فين؟ معلش ده بقى مساحه سطح الجسم كام يا عبد الله؟ ممكن تجيب 2 4 على الاخر. المره دي جايه والله انا هحسبها مع ده. اوعى يا عم 7 2 ده عيد ميلادي بكره. انا رب النهارده بقى عشان ما انساش بكره. ماشي محمد اشرف. بس هو عنده كام سنه؟ ولا محمد اشرف فلو ايه تعالى السلام من محمد اشرف كتير عزيز. ما عندي 2 برضه كل سنه وده بس ماشي. يلا مش في نت دلوقتي بس لما اتجوزش يبقى حرام. تقول لي الف عيد ميلاد ولا ايه؟ اللي طيب ما تروح بقى نت يعني انت ليه الف مبروك. انا خالي متجوز على 39 بس قاعد في امريكا ومتجوز واحده مغربيه. خالي في مسلسل جاي يوم من قال كده جبتها من اصل امريكا. بس يا جماعه عشان كلامي واضح في المذكره شايف انت اخر سطر اللي هو فوق كده لو جاب مكتوب تحت ريجكشن فراكشن بيرسنت النسبه ما بين الستروك فوليوم اند الستروك فوليوم صح؟ النسبة دي بتزيد في حالة زيادة الكونتراكتيفيتي صح كده؟ والنسبة دي بتقل لما يحصل هارت فيلير أو زيادة أورتا كريزيتا. يعني افصل الأسهم عشان بس ما تتوهش. يعني النسبة دي ايجكشن فراكشن بيقل في الهارت فيلير وقت زيادة أورتا كريزيتا. فهمتوا الفكرة؟ العنوان اللي بعد كده اسمه ايه؟ كاردك أو بوت إن فيريس كونديشن. ده يا جماعة كاردك أو بوت various condition او not change during اكتب الاثنين دومات سوا بعد الريجوليشن بتاع كارديك او بوت. الاثنين دول ما ينفعش اخدهم دلوقتي الا لما اخد الريجوليشن. طيب لما اخد الريجوليشن اقلب الصفحات من فضلك هتلاقي عنوان اسمه measurement of cardiac output ان شاء الله باذن الله باذن الله هيتم. ده الحاجه الوحيده اللي بتتم في المكتب measurement of cardiac احتمال. عارف بص بص فرضه ما تلاقيش ولا شرحت هيروح واحد جاي يقول لك ايه؟ اصل الدكتور اسامه ما شرحوش ولا يتلغي يا ابني ما ممكن ما يتلغيش عادي فاحنا مش هنتعب دماغنا بيه لما نتاكد. الكليه هتبتدي خلاص بكره يعني هتلاقيهم هم اساسا ايه؟ الكليه خلصت المذكره دي في الثانيه على فكره الكليه شغاله اخوك يعني ما تقولوش لا وتلاقي خلاص الجراب ده اساسا الكليه ما تقولش لا فاهمين؟ اه ايه؟ فاهمين؟ اه ايه؟ ميجرمنت اوف كارديك اوتبوت اكتب عليها دي اخر صفحه هناخدها في المذكره بس يبقى العنوان بتاعها اسمه ايه؟ ريجوليشن اللي كتبها اوف سي او بي كاردياك اوت اربعه ريجوليشن. كم ريجوليشن؟ اربعه. طيب بص بص ارجع تاني بقى بالمعلومات هو الكاردياك اوت بوت بيساوي في ايه؟ هارت ريت ستروك فوليوم. اربع حاجات اول حاجه هعمل لها ريجوليشن اللي هي الكونتراكتيفيتي. ايه علاقه الكونتراكتيفيتي بالكارديك اوتبوت؟ مش الكونتراكتيفيتي هي المؤثره على السوق فوليوم. يعني كل ما ارتباط القلب بيزيد كل ما كميه الدم اللي القلب بيضخها تزيد ولا تقل؟ تزيد. هو الكارديك اوتبوت بيزيد ولا ممكن يزيد؟ اه لو انت عملت اكسرسايز النهارده هتضخ كميه اكتر في البيئه ولا لا؟ طيب يبقى اول حاجه مين؟ كونتراكتيفيتي. مش هنقول اربعه عشان مش نتعب دماغنا بيهم يبقى اول واحده شغاله عليها مين؟ طب ازاي تنظم الكونتراكتيفيتي؟ هتنظم الكونتراكتيفيتي بطريقتين اللي هم حاجه اسمها انترنسك وحاجه اسمها اكسترنسك.
طيب الانترنسك دي لها اسم تاني اسمها اوتو ريجوليشن. هي مش موجوده في الكتاب واضحه، مش بتعلمونها في الكتاب تقريبا واضحه كده في وسط الكلام. دي جت سؤال قبل كده في الامتحان يا مريم، دي سؤال ايه؟ ما قالش الانترنسك ريجوليشن، قال ايه؟ كيف شورت اكونت مع الاوتو ريجوليشن والكلام ده كام غلط. فما جتش واضحه في الكتاب فالناس اتلخبطت فيه. يبقى الكونتراكتيليتي انترنسك او اكسترنسك. اشتغل على مين اول؟ الانترنسك اللي هي ايه؟ حد يعرف يعني ايه كلمه انترنسك؟ تكتب يا جماعه بالعربي دون الاعتماد على الاعصاب والهرمونات. اوتو ريجوليشن يعني ذاتيا لا اعصاب ولا هرمونات. حاجه خاصه في عضله القلب نفسها. وهتكتب كلمه كمان موجوده في الترانس بلاندد هارت. يعني ترانس بلاندد هارت؟ يعني انت النهارده اشتغلت جراح قلب وربنا كرمك وعملت عمليه نقل ايه؟ قلب. تنقل القلب من واحد لواحد، واحد ميت يعني لواحد سالم، واحد عنده هارت فيلير. مين اللي ميجيلوش اللي هتشتغل؟ الانترنسك فقط. امال الاكسترنسك دي ما تشتغلش؟ جابها اكسترنسك يعني ايه؟ النيرفس واب. طيب ركز اهم حاجه على النيرفس، هو القلب اللي انت بتطلعه من عباس تحطه في فكيها ده تركبه تاني. طب فاكر الاعصاب؟ مفيش اعصاب بتركب العصب خلاص، ولا عيش ازاي؟ هعيش اوتو ريجوليشن وهتعرف ازاي. يبقى دلوقتي موقعا يا جماعه يعني كلمه انترنسك دون الاعتماد على الاعصاب يعني اوتو ريجوليشن هي هي ذاتي بتحصل في الترانس انجلانتد هارت. الاوتو ريجوليشن دي يا جماعه حاجتين، حاجه اسمها هومو متريك، حاجه اسمها هيتيرو متريك. والله هتعرف دلوقتي يعني. يبقى يا جماعه كاردك اوت بوت يساوي حاصل ضرب الاستروك فوليوم في الهارت ريت. لو عايز ازود الكاردك اوت بوت او اقلل الكاردك اوت بوت، اول حاجه اشتغل عليها مين؟ كونتراكتيليتي. كونتراكتيليتي يمكن التنظيم بتاعها عن طريق كام حاجه؟ حاجتين، انترنسك واحد. الانترنسك ازاي؟ اللي هو اوتو ريجوليشن. اللي موجود في التراس بلاند هارت خدتوها؟ طيب الاوتو ريجوليشن دوت يا جماعه النقطه الثانيه قبل ما نبدا في الشرح، يؤثر فقط على الاستروك فوليوم. يؤثر فقط على مين؟ الاستروك فوليوم. امال الاكسترنسك يؤثر على الاستروك فوليوم والهارت ريت. وهتعرف ازاي؟ يبقى يا جماعه دلوقتي عشان احنا رسمت لك القرينه هي كامله، لو حبيت تنظم الكاردك او البط عندك كام طريقه؟ اربعه. اول طريقه منها مين؟ الكونتراكتيليتي. الانترنسك دوت يؤثر على مين فقط؟ على الاستروك فوليوم. امال الاكسترنسك هيأثر على السلوك فوليوم والهارت ريت. خلي بالك الاعصاب، ما في اعصاب بتزود قوه الانقباض وبتزود عدد الضربات، مش السمسك بيزود قوه الانقباض عدد الضربات، فهمت الفكره؟ تعالى بقى نشتغل في الاوتو ريجوليشن وعايزك تصحصح معايا. هي دي اهم حاجه في الموضوع. مش عايز حد ينام خالص، الموضوع عايز تركيز، مش هتعرفوا تذاكروا لوحدكم وانتوا حرين. هناخد بقى دلوقتي ايه؟ هنبتدي بالانترنسك. يا عم ايه الصفحه دي بس كده بس؟ الاوتو ريجوليشن اللي هو مين بقى؟ ها؟ الهومو والهيتيرو. بس مش عايز ولا واحد يسمع، كله تركيز لو سمحت. بص نفترض النهارده واحد، شوف القصه هتبتدي ازاي، كان في الرسم. نجيب الاسامي ورا من اول، مش عايز كلام خاص يا جماعه، ولا كل كلمه هدى او منها. واحد قاعد في الريستورانت. دي البدايه بتاعتي. حد شاطر يعرف يقول لي تو فنتريكلز تعود فيهم قد ايه دم؟ ها؟ اثناء الدايستول اند دايستول فوليوم فيهم كام؟ كل واحد فيه 140. يبقى ده اول حاجه. اند دايستول فوليوم عنده 140 وبيضخوا منهم 70. نفترض النهارده ان الانسان دوت بدا يعمل اكسرسايز. شوف اللي هيحصل. الفينز بتاعت الجسم كله اهي. في هنا مصر، مش عايز كلام يا جماعه. العضلات اهي. ركز معايا بقى في اللي هيحصل. الفينز تحتوي من الداخل على فالف تسمح بمرور الدم في اتجاه واحد. الا وهو ناحيه مين؟ الهارت. يعني العضلات بتاعته دي لما تعمل كونتراكشن، بص على راسها بقى، هتلاقي الفينز عامل ازاي؟ يعمل كده.
هذا عمل كونتراكشن بدأت تضغط على الفين. ويعني لما تضغط على الفين؟ فلو عندك كده خرطوم وتضغط عليه البرشر فيه هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. فيفتح الفالف، والفالف ده وان واي، يعني وان واي يسمح لورود الدم فين؟ في اتجاه واحد. يعني العضله دي لما تعمل ريلاكسيشن هتلاقي الفين راح عامل ازاي؟ ها لو العضله عملت ريلاكسيشن حوالين الدم يرجع تاني ولا الفين الصمام يقفل؟ الصمام يقفل. شفت الفكره؟ تمام. انا قلتها دي بره الموضوع عشان تبقى فاهم انا هعمل ايه. يبقى اثناء الاكسرسايز العضلات بتعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، مش هتعمل تجري. الكونتراكشن هيعمل ايه؟ هيضغط على الفين، هيزود مين؟ البريشر جواه. لما البريشر يزيد الفالف هيفتح، فالدم اللي رايح للهارت يزيد ولا يقل؟ يبقى هيزيد الفينس ريتيرن. يعني ايه فينس ريتيرن؟ انا بالعربي سايبها المذكره وكتاب خالص دلوقتي. كميه الدم اللي راجعه للقلب صح؟ هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد. طيب نتيجه اللي احنا عملنا كومبريشن على الفينز. النقطه الثانيه، الدم دوت دخل في الهارت، هل يا جماعه الاند دايستوليك فوليوم هيتم زي ما هو ولا هيزيد؟ هيزيد صح ولا انا غلطان؟ مش الاند دايستوليك فوليوم دلوقتي دم كتير راجع من الفينز داخل على القلب ولا لا؟ طيب هيبقى كام مثلا؟ قول يا اخي بقى 200. كام ملي؟ 200. طبعا الفنتركل بتاعنا مش هيزود الانقباض بتاعه مره واحده، يعني الفنتركل بتاعنا مش هحبل، مش اول ما يجي له دم في ثانيه كده يروح مزود الدم اللي جاي له مزود الانقباض. امال هيحصل؟ الفنتركل ده يحصل له دايليت. يعني دايليت يكبر كده زي مين؟ زي الاسيد بالظبط. ليه بيحصل له دايليت؟ ها دايليت تو اكوميديت، شايف ماشيه بالسلم الموسيقى دي، دايليت تو اكوميديت. هو كل مره بيبقى عنده كام؟ 100. المره دي جاله كام؟ 200. لازم يحصل له دايليت ولا لا؟ ارجع تاني لقانون الاستك او النبله، كل ما تشد الاستك جامد كل ما قوه الانقباض تزيد. مسمينها القانون ده اسمه ستارلينج لو، فاكرينه؟ حاجه كده في المصر يا جماعه. انا بس كان في حاجه اسمها ايه؟ ستارلينج لو. ايه ستارلينج لو؟ محدش يسمع ستارلينج لو. كان بيقول ايه؟ كل ما طول العضله يزيد كل ما قوه الانقباض تزيد، لكن وزن ليمت. ليه؟ لو شديت جامد الاكتين هينفصل عن الميوسين، مش ده القانون بتاع ستارلينج لو؟ طيب يبقى دلوقتي يا جماعه مين اللي ايه اللي حصل؟ نتيجه لزياده الفينس ريتير، فالفيرتك هيعمل ايه؟ دايركت تو اكوميديت. يحصل له ايه؟ ستريتش. يعني ستريتش؟ هيتشد. طوله هيزيد ولا هيقل؟ اللينس بتاعه هيزيد. طيب لما اللينس بتاع التو فنتركل يزيد الفورس اوف كونتراكشن، طب لما الفورس اوف كونتراكشن هتزيد يزيد الستروك فوليوم ولا لا؟ طب لما الستروك فوليوم يزيد يزيد الكارديو اكتر. يبقى هات لي البتاع ده من الاول خالص. اثناء الريسك انت بيرجع لك لما دي محدش يسرح، اللي سرحان يسرح. بيرجع لك لما دي المفروض انت الستروك فوليوم كمل 140. نتيجه ان العضلات بتعمل كونتراكشن تضغط على مين؟ على الفينز. الفينز ده اسمح مرور الدم في اتجاه واحد، الفالف بتاعك كده. هيدخل في الهارت يبقى عنده كام ملي بلط؟ 200. فالهارت بقى عنده دم اكتر، يحصل له ايه؟ دايليت. يعني دايليت؟ تو اكوميديت الدم الجديد. يعني حصل له ستريتش ولا لا؟ واي عضله يحصل لها ستريتش اكوردنج تو الستارلينج لو زي الاستك، قوه الانقباض تزيد ولا تقل؟ طب لما قوه الانقباض تزيد الستروك فوليوم كارديك او بوت هيزيد. يبقى المره دي يا دكتور يا فاضل الكارديك اوتبوت زاد نتيجه ايه؟ آه نتيجه زاد مين؟ الفينس ريتير اللي عمل ايه؟ دايليت اللي عمل ايه؟ ستريتش. يعني طول الفنتريكولار ماسل ثابت ولا اتغير؟ اتغير. فسميتها ايه؟ هيتيرو متريك. هيتيرو يعني ايه؟ تغيير. متريك يعني ايه؟ طول عضله القلب. تمام؟ ادي الميكانيزم بتاعها. الميكانيزم ماشي هو بالترتيب. تيجي نحط شويه اضافات بسيطه. هو انا ممكن اسمي الفينس ريتيرن ده بري كونتراكشن لود ولا افتر كونتراكشن لود؟ فكر كده. هو ده قبل الانقباض ولا بعد الانقباض؟ فممكن اقول ان هو ده مين؟ بري كونتراكشن لود، اللي هو سميته ايه؟ بري لود وخلاص.
يبقى لو حبيت تقول الكلام بقى متجمع على بعضه during the exercise الفيروس الترن هيزيد تفتح قوسين اسمه ايه؟ بري لود صح كده؟ فالفنتريك اللي هيحصل له ايه؟ دايليت تو اكوميديت يحصل له ستريتش الفورس اوف كونتراكشن اكوردنج تو ستارلينج لود فهيزيد مين؟ ستروك فوليوم لما ستروك فوليوم يزيد الكلام هبط هتزيد حد يقولها بقى كده مع بعض يبقى اول خطوه الاكسرسايز هيعمل ايه؟ هيزود الفينس تتير لما الفينس تتير يزيد ها الفينس تتير لما يزيد البريلود هيزيد التو فنتك يحصلهم ايه؟ غيري التو اكومديت يحصلهم يعملوا ستريتش ستارلينج لو يشتغل كل ما طول العضله يزيد كل ما قوه الانقباض تزيد لكن وزن ليميت فهتزيد الستروك فوليوم الستروك فوليوم هيزيد هيزود الكارديو كاوت اسهل سؤال الستروك فوليوم زاد على حساب مين او نتيجه ليه ها هو الستروك فوليوم يساوي ناقص ايه نتيجه المعادله يساوي الاند دايستوليك ناقص الاند نتيجه لزياده الاند دايستوليك زاد مين الستروك فوليوم يبقى لو جيت حطيت ديفينيشن شوف الديفينيشن مكتوب ايه ability of ظهار انكريز ها الفورس اوف كونتراكشن سكندري تو نتيجه لزياده مين الاند دايستوليك فوليوم صح كده طيب بيبتدي امتى التايمنج بتاعه في خلال 30 ثانيه بعد الاكسرسايز دي اه يعني في نفس الوقت طيب الميكانيزم مكتوب لك ات ذا بيجينينج اوف الاكسرسايز الفينس تيرن هيزيد صح بس هل الكارديو كابوت هيزيد مره واحده لا فالدم يتراكم في العرض يحصل له ايه دايليت تو اكوميديت اكسس فينس تيرن فهيزيد اللينز فهيزيد الفورس اوف كونتراكشن فهيزيد الستروك فوليوم فهيزيد الكارديو كابوت يبقى هنا زياده في الستروك فوليوم كانت على حساب الزياده في ال اند ذا ستروك فوليوم بعدين ام سي كيو ام سي كيو طيب ايه الميكانيزم اكسبانس يعني على حساب يبقى زياده الستروك فوليوم اد اكسبانس اوف اند ذا ستروك فوليوم اللي تحت اد ذا بيجنينج اكسبانس يعني على حساب الميكانيزم ستارلينج لو اهو وزن ليمت كل ما هيزيد الليمت كل ما هيزيد الفورس اوف كونتراكشن طب ايه الحدود بتاعتك؟ افرض يا اخي شديت الهارت جامد بتحصل ايه؟ يحصل له ايه؟ هارت فيلر اوفر ستريتش ليست تو هارت فيلر وصلت الفكره؟ لو عملت له اوفر ستريتش هيؤدي الى الكونتراكشن ده طيب اسالك سؤال هو انت لو عملت اوفر ستريتش العيان هيجي له هارت فيلر تمام؟ هيجي له عايش ولا هيجي له؟ لا لا هارت فيلر ده ما عايش يعني ايه هارت فيلر اساسا؟ مطور محروق مش بتعطيك مطور مايك في بيتك ولما بيتحرق بيطلع ميه بس ضعيف ولا قوي؟ ضعيف زي المروحه ولا ضعيف؟ بتلف بس كفائتها يبقى هو العيان بتاعنا الهارت فيلير ده بيدنه عايش بس ايه يا زكريا؟ الكفاءه بتاعته ايه؟ قليله شيل المصطلحات والافكار السيئه اللي في دماغك عن كلمه فيلير يعني ايه؟ لا قد ما تطلب ليه فيلير بس ما انتوا عايشين اهو مش انتوا اللي مخكم معطلين مفيش مشكله طب عايز انام بس انا هقفله على كده بخرج بيت الطب وسنينه وما اخش الامتحان العيال شديد انت متوقع ايه؟ جاي نايم وسرحان تطلع من الحصه الله يخرج بيت الحصه والله لو دعيت عليه الصبح بعده ما بيحصلش هو ريزيستنت نلم بقى الالكترومتريك يلا خد الالكترومتريك عشان نخلص ونمتحن في الله يبقى دورينج ريزيستنت دورينج ريست ها اول حاجه اكسرسايز بتعمل ايه؟ اكسرسايز هزود الفورس اوف كونتراكشن هزود مين؟ الفيروس التير طب يعني الفيروس التير كميه الدم اللي راجعه للقلب هتزيد يعني البيلي لود هيزيد ولا ايه؟ هيزيد طب لما البيلي لود هيزيد الفنتك هيحصل له دايركت تو اكوميديت لما الدايركت تو اكوميديت هيحصل له ستريتش ستارلينج لو اشتغل فورس اوف كونتراكشن هتزيد الستروك فوليوم هتزيد كده اسمه هيتيرو متر طيب انا بقى شد خط ونقول هو متر ايه بقى هو متر هو يا جماعه حضرتك بتعمل اكسرسايز النهارده شوف بقى اللي هيحصل مع استمرار هتبقى عروض مع استمرار الاكسرسايز اول حاجه عدد ضربات القلب هتزيد ولا تقل؟ الهارت ريت هيزيد طب ايه يعني لما الهارت ريت يزيد؟
يلا عبقري هارد هيت لما يزيد على ضربات القلب تزيد. فترة مين اللي بتتأثر أكتر؟ السيستول يا زكريا. فترة مين بتتأثر أكتر؟ السيستول ولا الدياستول؟ بصوا يا جماعة نفتكر كده بالكارديك سايكل. القلب بتاعنا بيعمل انقباض سيستول ودياستول في خلال 8 من 10 من ثانية. كم من 10؟ السيستول 3 من 10 والدياستول 5 من 10. لو زودت عدد الضربات فترة الدياستول هي اللي بتقل. يبقى زيادة عدد الضربات هتقلل الدياستول. مع استمرار الاكسرسايز. وايه يعني لما فترة الدياستول هتقل؟ الفينا الاند دياستوليك فوليوم يقل ولا يزيد؟ هيقل. ليه هيقل؟ ما هو مش هيلحق يملى. انت المفروض ان الفينتريك مثلا يقعد قد ايه؟ 5 من 10 في الثانية عشان يملى 140 في الريست. احنا قلنا في الاكسرسايز هيبقى كام مثلا كمثال؟ 200. يعني هو ال 200 اللي كان بيملاهم هيرجعوا يقلوا ويرجعوا ل 140 ثاني ولا لا؟ ليه رجعوا ل 140؟ عشان زيادة عدد ضربات القلب هتقل. طيب يبقى كده الاند دياستوليك فوليوم قل، رجع تاني للنورمال. طب استنى بقى، ده في مصيبة تانية. مع استمرار الاكسرسايز شد السهم التاني، ركز معايا في اللي جاي. الضغط في الاورطة بيزيد ولا بيقل؟ ها مين شاطر يقول؟ الضغط في الاورطة والارترس بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. ليه بيزيد؟ مش العضلات هتبدا تضغط على مين؟ على الارترس. العضلات تبدا تضغط على مين؟ على الارترس. العضلات ضغط على فين المرات؟ فين ده؟ الوول بتاعه ضعيف. لكن مع استمرار الاكسرسايز العضلات تبدا تضغط على مين؟ على الارترس نفسها. وايه يعني لما العضلات تضغط على الارترس؟ يبقى المصل كومبريس الارترس. لما الارترس يحصل لها كومبريشن، سيبوا المذاكره دلوقتي، هيزيد الضغط فيها ولا ايه؟ هيزيد. بتضغط على حاجه ماشي مصوص خرطوم، امسك الخرطوم وضيقه، الضغط اللي فيه يزيد ولا ايه؟ هيزيد. ده مش بس كده، ده كمان في حاجه تانية هتزود الاورتك بريشر لو انت شاطر. هي كميه الدم اللي في الاورطه ها بتزيد ولا بتقل؟ لا زي انت حضرتك المره اللي فاتت من شويه كنت عمال تضخ كاردك او فوت كتير، يعني الاورطه بتاعك بقى مليان دم ولا لا؟ يبقى يا جماعه دلوقتي بقى نلم الحته دي على بعض. مع استمرار الاكسرسايز عدد الضربات اللي انا مالها هتزيد، ففتره الدياستول هتقل، فالاند دياستوليك فوليوم هيقل، يرجع تاني للنور، مش هيرجع بربيع. طيب في مصيبتين بقى يحصلوا، العضلات عماله تعمل ايه؟ كونتراكشن. تضغط على مين المره دي؟ طب وايه يعني لما الارض تضغط عليك؟ زي الخرطوم ضغطت عليه، الخرطوم ده لو ضغطنا عليه البريشر فيه يزيد ولا ايه؟ فيه هيزيد. يبقى البريشر في الاورطه بيزيد. وفي مصيبه كمان اللي هي اوعى تنسى ان كميه الدم اللي في الاورطه زايده ولا ايه؟ زايده. طب هتقابلني حاجه فيها مشكله جامده. ايه هي لو انت شاطر؟ دلوقتي نتيجه الاند دياستوليك فوليوم قل ورجع للنورمال كده كانت المفروض اللي يحصل. طب ما الاستروك فوليوم هتقل ولا هتزيد؟ هتقل. هيقل الكاردك اوت بوت. طب العيال دي هتقل ليه؟ الكاردك اوت بوت بيقل وفي عنده ريزيستنت في الاورطه، في مقاومه هنا عنده. يعني هو عمال يعمل مجهود بيرجع دم للهارت والكاردك اوت بوت بتاع الهارت مش عايز يزيد وقدامه مقاومه وانت مش عارف تتصرف. طب الحل ايه؟ ايه بقى الحل يا فاضل؟ ازاي ازود الكاردك اوت بوت عشان اتغلب على سيستم الكليه؟ انا عندي مشكله جامده تصحصح معايا، ازاي ازود الكاردك اوتبوت على الرغم ان انت دياستوليك فوليوم قل؟ اعمل ايه؟ فكر كده، هو الكاردك اوتبوت اللي كان بيساوي ايه؟ نكتب كده معادله، بيساوي الهارد ريت في ايه؟ اوعى تنسى ان الاستروك فوليوم بتساوي ايه في ايه؟ بتساوي ايه ناقص ايه؟ الاند دياستوليك ناقص ده رجعت للنورمال. طب لو عايز تزود الاستروك فوليوم ما قدامكش حل واحد ان انت تعمل ايه؟ تقلل الاندسيستوليك فوليوم ولا لا؟ يعني ايه اندسيستوليك فوليوم؟ كميه الدم اللي موجوده فين؟ في نهايه السيستول. طب لو عايز اخلي الفنتريك طول الوقت فاضي ازود قوه الانقباض ولا اقللها؟ ازودها. طب ازودها المره دي ازاي بقى؟ في قانون عالم الماني اكتشفه بس مش مهم اسمه ايه؟ قال ايه؟ هو انت حضرتك مش ضغط الدم في الاورطه زايد؟ ركز معايا في الحته دي، ضغط الدم في الاورطه زايد ولا قليل؟
هي الكوروناري برانش من الاورطه ولا مش برانش من الاورطه؟ يعني كميه الدم اللي داخله في الكوروناري زاد ولا قل؟ واذا زادت كميه الدم اللي داخله من الاورطه للفنتريك المصل، اي عضله زودتها كميه الدم راح لها والنيوتريشن والاي تي بي والكالسيوم كل الغلط بتاعتها تزيد. يبقى انا ازاي زودت الكاردك اوت بوت يا جماعه؟ نتيجه لزياده الضغط للدم او كده بلس بريشر، فكميه الدم اللي داخله في الاورطه تزيد. لما كميه الدم اللي داخله في الاورطه تزيد، كميه الدم اللي في الكوروناري تزيد. لما كميه الكوروناري تزيد، الفنتريكولار ماسل اللي لها كالسيوم بوت بي كتير ولا لا؟ تبدا تعمل كونتراكشن بقوه ولا لا؟ يبقى المره دي هتزود الستروك فوليوم على حساب ان هي تقلل مين؟ الاند سيستوليك فوليوم ولا لا؟ يبقى انا يا جماعه دلوقتي، هل الطول بتاع عضله القلب كان حاصل لها ستريتش ولا طول عضله القلب رجع بقى ثابت؟ ثابت مفيش ستريتش، ولا الاند سيستوليك فوليوم رجع للنورمال لا؟ فسميتها هومو متريك. هومو يعني ايه؟ هومو يعني ثابت، ومترك يعني الجول. ده بقى لمها تاني يا اخي، خلصنا لمها بقى. مع استمرار الاكسرسايز الكلام ده مش مكتوب في المذكره الكتاب كده، ركز بقى معايا، الله يرضى عني، الله يرضى عني. مع استمرار الاكسرسايز الهارت ريت بيزيد ولا بيقل؟ فتره الدياستول الانت دياستول فوليوم هيرجع تاني للنورم، فالستروك فوليوم والكاردك اوتبوت هيقل. بس في مشكله، انت مطالب ان الكاردك اوتبوت يبقى عالي ولا لا؟ امال هتكمل مجهود ازاي؟ طيب الكاردك اوتبوت يجي القلب يعمل كونتراكشن يلاقي الضغط في الاورطه زايد. ليه الضغط في الاورطه زايد؟ نتيجه للكمبريشن بتاع مين؟ ارترس، ونتيجه للبلاد فوليوم في الاورطه ايه؟ زايد. نحلها ازاي؟ الراجل العالم دوت اكتشف قال لك ايه؟ زياده الارتيريا بلاد بريشر تزود ضغط الدم، صح ولا غلط؟ ليه؟ عشان هتزود الكورونري بلاد فلو. لما الكورونري بلاد فلو يزيد الاي تي بي والكالسيوم اللي راح للهارت يزيد ولا ايه؟ هيزيد. لما الكالسيوم والاي تي بي اللي رايحين للهارت يزيد الكورونري الارتباط يزيد. طب القلب لما الارتباط يزيد هيقلل مين؟ الاند سيستوليك فوليوم. فهمت الفكره ازاي؟ طب لما الاند سيستوليك فوليوم تقل، الستروك فوليوم هتزيد، الكاردك اوتبوت هيزيد ولا لا؟ هل المره دي كنت معتمد على الفينس ريتيرن او الاسترتش بتاع عضله ستارلينج جلوب؟ لا، فسميتها هومو ايه؟ اسال سؤال، زياده الضغط في الاورطه اسميه بري لود ولا افتر كونتراكشن لود؟ اتفقنا لو انتم مذاكرين الافتر كونتراكشن لود بيزود قوه الانقباض ولا لا؟ فيها مشكله كده؟ تعالى معانا نراها. يبقى الهومو ميتريك، عشان انت هتزود كلام مش موجود في المذاكره ولا في الكتاب، ولا هتفهمها ازاي؟ ها؟ الهومو ميتريك الديفينيشن ability of the heart to increase the force of contraction without increase في الانتي داستوليك فوليوم. امال هيزودها ازاي؟ ها؟ هيزودها ازاي؟ ان هو يقلل مين؟ الانتي داستوليك. طب بتبدا بعدين، تبدا بعد 2 ل 3 دقائق من الاكسرسايز. تمام؟ ايه الميكانيزم؟ افتر هيتيرومتري اوتو ريجوليشن الانتي داستوليك فوليوم هيرجع للنورمال. ليه؟ نتيجه لزياده ايه اللي كتبها لك اهو؟ مع استمرار الاكسرسايز هيزيد الهارت ريت فهيقل او رابط فامبلنج وزبلات، صح؟ كمل انت بقى، مش مكتوب التفسير. مع استمرار الاكسرسايز شوف السطر الاولاني، انجليز الهارت ريت هيقل، الدايستول هيقل، الاي دي بي هيرجع للنورمال. اكتب السطر الاولاني. مش احنا بنقول افتر بيديله متر اند دايستوليك فوليوم ستارت تو ريتيرن جرافيك تو ذا نورمال؟ ليه علامه استفهام بقى؟ طب كده بالسطر الاولاني اهو، زياده الهارت ريت هتقلل ايه؟ الدايستول هيقل الاي دي في هيرجع للنورمال خالص، هيقل ستروك فوليوم هيقل كاردك اوتبوت، دي اس في ستروك فوليوم كاردك اوتبوت. حد مش فاهمها؟ طيب however the force of contraction is still hard. اكتب عندي استفهام، ليه؟ ليه انت عايز تزود الفرصه في كونتراكشن؟ ليه؟ علشان المصر بتعمل كومبريشن للارترس والبلاد فوليوم زاد في الاورطه، فده هيزود ضغط في الاورطه. فانت مطالب ان ضغط الدم ايه؟ اصل كان الكابوت يزيد عشان يتغلب المقاومه دي ولا لا؟ انت تكتب حتى بالعربي، نتيجه للمصر كونتراكشن هتزود البريشر في الاورطه، وكميه الدم اللي في الاورطه هتزود البريشر. فانت مطالب، هتكتب بالعربي، ان الكارد الكابوت هيزيد. طيب الميكانيزم هيزيد على حساب مين؟ على حساب ان هو يقلل الاند سيستوليك فوليوم. الميكانيزم بقى افتر لود ولا بي لود؟ افتر لود. انجريز الانترا فنتريك
اوفر بريشر اهو او زياده الاورتيك بريشر بيعمل ايه في الكورونري بلاد فلو؟ ها بيزود اتعلم عليها دي. طب وايه لما الكورونري بلاد فلو هيزيد؟ قوه الكونتراكشن مش موجوده في كتاب السطر ده. قوه الكونتراكشن هتزيد. لما قوه الكونتراكشن تزيد هتزيد الستروك فوليوم بتاعتك اهو. معتمد على مين؟ على الكالسيوم والاي تي بي اللي جاي نتيجه زياده الكورونري بلاد فلو. طب لو ليمت؟ اه طب افرض الكالسيوم والاي تي بي خلص اعرف زياده الكونتراكشن مكتوب لك الليمت لو قل الانرجي ستورز هو الاي تي بي يعني او الكالسيوم في الهارت. ده موجود في الهارت فيلير؟ لا مش موجود في الهارت فيلير لان الهارت فيلير اساسا ما عندوش لا كالسيوم ولا اي تي بي هيبقى نص مش موجود. بتاع الهارت فيلير عايش على الكيلومتر بس. في مشكله كده؟ يبقى يا جماعه ملخص الموضوع احنا خلصنا خلاص. الاوتو ريجيوليشن دوت النبي يا جماعه اهم حاجه في الاسم والله النبي صحصح وارزق نفسك على التركيز. قاعده رقم واحد انا هبتدي ريسك هبتدي ايه؟ ريسك دلوقتي كميه الدم اللي راجع للفنت في الاثناء ريسك كام؟ 140. العضلات اللي اتعملت الاكسرسايز العضلات تاثر على مين اكتر الاول الفين ولا الارتري؟ ليه الفين؟ الفين الرول بتاعته ضعيف هتروح في الاكسترشن ان شاء الله الفين الرول بتاعته ضعيف طيب هيزيد الفين اسمنتال بري لود ولا افتر لود؟ ستارلينج لود ولا لا؟ طب لما البري لود هيزيد الفنت رجع حصل له دايركتو اكوميدي طب لما دايركتو اكوميدي هيحصل له ستريتش اشتغل ستارلينج لو هيزود الفورس اوف كونتراكشن هتزيد ستروك الستروك فوليوم زادت على حساب مين؟ الزياده في الان ده ستروك ايه الليمت بتاعك الاوفر ستريتش يعمل لك هارت فيل هنا بقى الهومومتريك مع استمرار الاكسرسايز الهارت ريت هيزيد انت ستول الفتره بتاعتها هتقل لان الستول فوليوم هيرجع لتاني تو زي ايه؟ تو زي نورمال صح؟ يعني الاستريتش اللي كان موجود رجع تاني ولا لا؟ بقى الفنتريك حجمه متغير يعني حصل له كتيره ولا هو ثابت؟ لا حجمه ثابت. طيب نتيجه للمصر كونتراكشن كميه الدم اللي تدخل الاورطه هيزود الضغط في الاورطه. فانت مطالب ان انت تطلع الدم بقوه اكبر عشان تعدي البريشر في الاورطه ولا لا؟ طب حلها ايه؟ العالم ده قال لك ايه؟ زياده الاورطه البريشر هتزود الكورونري بلاد لو هيزود لك الكالسيوم اللي بتجي له واصل لمين؟ للمصر. طب لما عضله القلب تعمل كونتراكشن نتيجه للكالسيوم بتيجي زياده الاند دايستوليك فوليوم ما احنا اتفقنا رجع للنورم هنعيش على حساب ايه؟ قلل مين؟ انت لو قللت الاند دايستوليك هتسيب مين؟ الستروك فوليوم صح ولا لا؟ انت لو قللت ده شيء حصل في الزمن مفهومه بعض قلل ده يزيد ولا لا برضه؟ يعني لو فرضا 140 وده بدل 70 خليه 50 صح؟ ايه الليمت بتاعك؟ اعتمادك على الكالسيوم والاي تي بي غير كافي اللي هو يكمل معاك طول العمر. فهمت الفكره؟ طيب يبقى مين اللي بيبتدي الاول في اي اكسرسايز؟ هو ولا اللي يديره؟ ومين اللي بيكمل؟ طب في السيفير اكسرسايز حضرتك بقى بتعمل مجهود قوي الهوم واللي يديره بيكملوا مع بعض فوق بريد فوق بريد الاثنين بيشتغلوا مع بعض يبقى انا في المايند اكسرسايز مين اشتغل احسن الاول؟ يدير ومين اللي بعديه؟ الهوم. طب ينفع يا جماعه اسالك سؤال ينفع الهوم يشتغل من غير يديره؟ يعني انت بتعمل اكسرسايز يشتغل الهوم الاول؟ هيشتغل ازاي وهيشتغل ليه؟ بالبعض ده مين بيشتغل الاول؟ وبعد كده الهوم ده في المايند اكسرسايز. طب لو انت بتعمل سيفير اكسرسايز مستمر بقى المجهود لفتره طويله الاثنين يكملوا مع بعض عادي. في مشكله هي الحته اللي بتبقى بتاعت الهوم. احنا وقفنا على مين؟